السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسائي تلاميذ السادسة ابتدائي اللي مقبلين على امتحانات أو اختبارات المتميزين، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة اختبار الذكاء والقدرات العقلية الخاص بامتحان 2023 اللي يعني اللي يجي الكيس والقبول في المدارس المتميزة. في البداية احنا خلوها ببالكم انه يجي 20 سؤال والاجابة خلال 20 دقيقة، انت اول ما تجاوب عزيز الطالب اذهب الى اختيار الاختيارات وبعدين خلي الجواب اللي به فكرة او به حل خلي اخر شيء على مود تكسب الدقائق، لان انت عندك 20 دقيقة ب 20 سؤال، يعني كل سؤال عنده دقيقة، فاذا تظل تفكر بالسؤال راح تخربط وتضيع عليك الاسئلة الباقية. تشوفوا السؤال الاول عاده يجي شكل دائما يجي يعني النمط تقريبا نفس النمط بس قد يختلف، فانتبهوا ما هو الشكل الذي يختلف عن بقيه الاشكال. شوفوا انتم اللي تشوفون هذا الشكل، اول شيء انه انتم انتبهوا قد يكون الشكل باتجاه عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه، زاويه 90، زاويه 45، زاويه 180، الى اليمين الى اليسار، مثل هذا. شوفوا هذا بيتجه بهذا الشكل، هذا بيتجه بهذا الشكل، يعني جاي يتجه الى اليسار، جاي يتجه علما الى اليسار، بينما هذا الشكل مختلف، فالاختيار راح يكون دي، الاختيار راح يكون دي، خليني امسحها احمر، الاختيار راح يكون دي، زين؟ هذا الاختيار راح يكون دي، زين؟ نجي على الجواب الثاني، يقول لديك الاحرف التالية. عادة ايضا يجينا هيجي احرف نكون كلمة، وعادة الكلمة لو تطلع فواكه، لو تطلع اسم بلد مثل ما جابوها، لو تطلع اسم انسان يعني اسم مؤنث او اسم مذكر، فانتم خلوها ببالكم. اجي هنا لدينا الاحرف التالية، حاول ان تكون كلمتين منها الاولى فاكهة والثانية تدل على بشر. الثانية تدل على بشر سهلة هي انسان. صح؟ مبين انسان. بما انه انسان فالفاكهه هي اناناس، زين؟ اناناس. نجي على السؤال الثالث اللي يقول محمد هو اكبر من صديقه ب 23 يوما، انتبهوا على السؤال. فاذا كان نبيل قد ولد في يوم الثلاثاء ففي اي يوم ولد صديقه؟ شوف من يسوون هيك انتم خلوها ببالكم، دائما تجيكم ايام الاسبوع او ايام تقسموها، اول شيء 23 تقسيم 7، ليش؟ لان 7 ايام 23 يوم يعني 3 ايام، 3 21 يعني 3 اسابيع، يبقى عندي يومين. زين اجي انا اقول شنو عندي؟ محمد، هذا محمد وهذا نبيل. شوف نبيل اجى في وقت الثلاثاء، محمد اجى قبله، يعني انقص. انا ايش عندي يومين قبل الثلاثاء؟ منه الاثنين، هذا يوم، وبعد الاحد، يعني معناها اجى يوم الاحد، معناها محمد اجى الاحد. اذا قايل لي اكثر ازود، يعني اربعاء وخميس، وهذا اليوم اللي اوقف عليه ما احس به، خلوا بالكم ما احس به. اوجد ناتج قيمة هذا المقدار، هذا سهل، يعني لازم الطالب يكون برياضيات قوي. انتبهوا اول خطوة انه تطلبون القسمة الى ضرب، هاي 83 على 27 في 9 على 166. هذا اكو اختصار، هاي بها 3، هاي بها 1. شوفوا هنا 83 166 اباوت مباشرة اكو علاقة، رأسا اذا تنتبهون 3 اذا ضربوها في 2 تصير 6، و8 في 2 16، يعني 83 بها 1 لازم اكو علاقة. اذا هاي راح تصير 2، فراح يصير 1 في 1 1 على 6. يقول انت في سباق الجري وتقدمت، انت في سباق الجري وتقدمت الى تقدمت على المتسابق السادس. اجي اني هذا الاول، هذا الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. تقدمت
يقول تقدمت على المتسابق السادس، يعني صرت هنا. هذا عن السحر. وبعدها تقدم عليك 3 متسابقين، يعني الخامس، أنت الخامس، السادس، السابع، الثامن. تقدموا علي، وين صرت؟ صرت هنا، صح؟ صرت هنا. أنت في سباق الجري وتقدمت على المتسابق السادس، وبعدها تقدم عليك 3 متسابقين، يعني 3 متسابقين. الآن وين رجعت؟ كنت الخامس. قدموا علي السادس والسابع والثامن، صرت التاسع، صح؟ صرت هنا. ثم تقدمت على 2، أنا هنا يعني قدمت على 2، يعني التاسع والثامن، قدمت عليهم صرت السابع، صرت السابع. زين، فترتيبي هو السابع، راح يكون ترتيبي، ما هو ترتيبي بين المتسابقين، راح يكون السابع، يكون السابع. يعني أنا أول شيء أنت في سباق جري وتقدمت على المتسابق السادس، يعني كنت السابع، قدمت على السادس، زين، قدمت على السادس، صرت الخامس، كنت السابع. أول شيء كنت السابع، قدمت، صرت الخامس، بعدين رجعت 3 مراكز، السادس والسابع والثامن، ومنوبة قدمت مركزين، قدمت يعني صرت التاسع، ومنوبة قدمت مركزين، صرت السابع. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نشوف الأسئلة البقية. عندي أخطر الشكل الذي يجب أن يحل حل أمام الاستماع. طبعا الشكل، الشكل اللي عندي هنا يعني 2 انعكست والنوبة انقلبت، انعكست والنوبة انقلبت، 3 تنعكس ثم تنقلب، 4 تنعكس ثم تنقلب. فيا هي اللي 4 اللي مطلوبة؟ 4 اللي مطلوبة ضعوها هي شكل بي، هي شكل بي، هي هاي المطلوبة، هي الاختيار راح يكون بي، راح يكون بي، شوية ما واضح الصورة، الاختيار راح يكون هنا بي. يقول السؤال السابق، يقول إذا كان هناك ساكن في أحد العمارات السكنية وقام بالوقوف في منتصف درجات السلم ثم صعد 5 درجات ونزل 7 درجات، هو كان في منتصف السلم، هذا المنتصف صار صعد 5، صعد 5، 5 درجات، صعد هنا 5، هنا بس نزل، نزل 7، بس صار الفرق فيه، صح؟ وبعدين وراها وبعد ذلك صعد 4، صعد 4، النوبة ثم استراح قليلا وبعدها صعد 9، صعد 9. شوف احنا ايش عندنا؟ عندنا اول شيء انه خلينا نشوف ان تحت الدرجة كم درجة نزل؟ كم درجة نزل؟ هو ايش قد كان هنا؟ كان هنا صعد 5، نزل قد نزل؟ نزل 7 و4، لان قد صار 11، يعني تحت الدرج، تحت الدرج زائد فوق المنتصف او فوق الوسط الدرج زائد المنتصف، هذا اللي يقدر ينقلب. نزل نزل هو نزل 11، صح؟ من هنا 5 نزل 3، هو بالمنتصف صار 3، وقلنا انا صعد 9 من 4، من 7، من نزل 7 صعد 4 صارت اشتد عندي 1 صارت 1، و2 5 و2 قد يصير 7، ايش راح يصير؟ راح يصير هنا قد صعد وبعد ذلك صعد استراحه قليله وصعد من 4 صعد 9 13 درجه، قلنا قلنا درس 2 مال النزول، ايش صار؟ صار 11، يعني زائد 11 زائد المنتصف اللي هو الدرجه اللي كان فيها يصير 11 زائد 11 راح يصير 23. هذا قد تقدر تستخدمه كقانون انه تحت الدرج
وفوق الدرج والمنفصل. السؤال الثاني يقول: قامت إحدى المعلمات بإعطاء ليلى معجون الطين الصناعي لغرض عمل شكل هندسي متعب، فقامت ليلى بتغيير شكل الكرة بدلا من ذلك، وعندما عادت المعلمة إلى ليلى لترى ماذا حصل وضعت الحالات التالية، فأي من الإجابات تكون هي الصحيحة؟ بما انه هو طين اصطناعي، يعني شبيه راح يكون الوزن، لا وزن ولا حجم متغيران، فالاختيار راح يكون تعال، يكون الاختيار تعال. يقول السؤال: ما اسم الكوكب الاقرب من الشمس؟ هذا السهل، عطارد، الف عطارد، الف عطارد. يقول: اشترى احمد علبة عصير وقطع الشوكولاته حيث كلفته 6000 دينار، واذا كان العصير يكلف 1000 دينار اكثر من يجيكم هيك السؤال، انتم عندكم 6000 دينار، يكلف 1000 اكثر من 1000، نقصون ال 1000 شو يصير؟ يصير 5000. تاخذون هاي 5000 تقسموها على 2 لان اشترى شوكولاته وعصير، ايش راح يصير؟ راح يصير 2.5. ازيد ب 1000 يعني معناها العصير ب 3.5 والشوكولاته ب 2.5. زين؟ معناها اجي ارجع اضيف العصير، راح يكون 2.5 والشوكولاته، عفوا الشوكولاته ب 2.5 والعصير راح يصير 2.5 زائد 1000 لان يزيد من مقدار 1000 راح يساوي 3.5. زين؟ قال دائما من يجيكم يكلف 1000 دينار يعني مقدار اكثر 1000 نقصوا ال 1000 من القيمه الكلية. زين؟ على السؤال الآخر يقول: هذا الشكل هذا متتالية هندسية، يعني شوف انت 63 صارت 52 يعني نقصت 11، 52 راح تصير 41، هاي سهلة، 41 تنقص 30 تصير 19، تصير 19. هذا بالنسبة لهذا الجواب، يعني 41 و 19، 41 و 19. يعني يقول تقع مصر، هاي دائما بالايام يعني هاي الفتره تقع مصر غرب العراق، العراق هو هاي مصر، هاي مصر وغرب دائما على الجهه اليمنى، هذا العراق. يقول وتقع المغرب غرب ليبيا، تقع مصر المغرب هذا صح، هذا وهاي ليبيا، لأن غرب غرب دائما على الجهة اليمنى، يعني معناها شنو؟ معناها مصر تقع قرب العراق، هاي كلها يعني معناها المغرب تقع قرب مصر، هاي المغرب وهاي المغرب، وكان هاي الغرب اليمين معناها غرب اللي هو مصر، المغرب تقع غرب مصر. يقول لديك هذا السؤال، يقول لدى قيس وحسام معا 124، هذا شلون تحل النقاط 124 متعب، ولدى رشيد وحسام 92 متعب، ولدى قيس ورشيد 120 متعب، اول شيء جمعوا المكعبات 124 زائد زائد 98 زائد 120، كيف يطلع؟ راح يطلع 102. جماعة المكعبات خطوة وراها أقسمها على 2، ليش أقسمها على 2؟ لأن هو جايب لي قيس وحسام، رشيد وحسام، قيس ورشيد، يعني مو جايب لي 3، يبي لي 2 أقسمهم على 2، أقسمهم على 2 تقسيم 2 راح يطلع 3، 2 راح يطلع 1، 2 4 7 راح يطلع 171. طلع بيهم 71، يعني قيس وحسام ايش قد؟ قيس وحسام رشيد، راح اول شيء راح اجي على رشيد، رشيد هو 171، من ما موجود قيس وحسام، يعني 171 ناقص 124 صح؟ 171 ناقص 124 يطلع لي الناتج، راح يطلع لي 144، راح يطلع لي 7. هذا رشيد، بينما بطلع حسام 171، يا قائمة اللي ما بها حسام الثالثة اللي هي قيس ورشيد،
تلقيت ورثي ناقص 120، ناقص 120 راح يطلع لي هنا الاشكال 147 ناقص 171 راح يطلع لي 51. نفس الطريقة بقال منه أطلع إشكال قيس، فأقول قيس راح يساوي 100، قيس راح يساوي أيضا 171 ناقص 9 مرة 90 راح يطلع لي 3 وسبعة. زين هذا كل واحد تجمعهم راح يطلع لي نفس الكمية كلها. أجي هنا يقول في أحد المزارع كان هناك طيور وكان يوجد جدار وعليه عدد من هذه الطيور وعلى الأرض في المزرعة عدد آخر من هذه الطيور، فإذا طار طائر من على الأرض وحط على الجدار أصبح ما على الجدار يساوي ما على الأرض من هذه الطيور، وإذا نزل طائر من الجدار وحط على الأرض أصبح ما عدد الجدار يكسر ما عدد الأرض، ومن عدد هذه الطيور ما هو عدد الطيور التي على الجدار وعدد الطيور على الأرض؟ فيجيك يجي سؤال، فكر دائما ان تنمي الاعداد المتتاليه يا اما فرديه يا اما زوجيه، يعني على الاثنين المتتاليين يا اما فرديات يا اما زوجيه. احنا شو نسوي؟ احنا نفرض انه مثلا نفرض على الارض، نفرض على الارض ايش قد الارض، اقول الارض كان عليها نفرض سين، ايش عندي انا ونفرض الجدار يعني الجدار صعب. ايش قايل يعني اذا س نقص واحد يعني طار من واحد راح يساوي لنا ص، راح يزول هناك واحد اللي على الجدار. بس راح يصير عندي معادله اللي هي ص زائد اثنين، اجي اخلي الاحتمالات، اجي اخلي الاحتمالات. فشنو الاحتمال؟ الاحتمال الافضل انه اخلي مثلا انا ابدي بالاعداد الفرديه. ليش؟ لان هنا بما انه هذا عدد الاثنين لازم يكون عدد فردي، لازم يكون عدد فردي. فإذا أخلي مثلا الواحد راح يصير ثلاثة ما راح يصير نص صح، صح؟ بينما إذا أخلي العدد خمسة اللي هو راح يكون هنا س خمسة راح يكون على الجدار كيف؟ سبعة. زين؟ خمسة وسبعة، شوف سبعة من يزيد واحد يصير ثمانية، ولكن من ينقص واحد على الأرض يصير أربعة، صح؟ فأربعة فأربعة ثمانية هي نصف الأربعة، صح ولا لا؟ أصبح ما على الجدار يساوي ما على الأرض من هذا الطيور. يقول وإذا نزل طائر من الجدار، نزل طائر منين؟ من الجدار اللي هو نزل يعني من هنا وحطه أصبح على عدد الجدار نصف ما على عدد الأرض. إذا يعني عدد الجدار زيادة 8 يصير هذا 4. أتمنى صار واضحة. هيك أسئلة أيضا جاية تتكرر. انه تشوفون تقلبون الاحرف، شوفوا هنا واز صار السو قلبت الاس، فاجي اقلب السو ايش عندي يعني اجي من هنا 6 8 0 6 5 3 8. زين اقلب بهذه الصيغه، هذا هو الجواب. الجواب اللي وراه يقول 4 تلاميذ في الصف السادس من ابتدائي أرادوا أن يتقاسموا في فيما بينهم، فقرر أن يعطوا أخرهم سينا قطعة إضافية، فإن كان رسول أفضل من جواد بشهرين، والذي هو أصغر من نبيل بثلاثة أشهر، والكريم هو أكبر من جواد بشهر واحد، ومن سوف يستلم القطعة الإضافية. شوف أول شيء ايش عندكم نبيل؟ أنا ايش عندي هنا؟ عندي رسول صح؟ إذا كان رسول أكبر من جواد بشهرين، هذا جواد أكبر من نبي بشهرين، رسول أكبر من جواد بشهرين، وعندي وكريم أكبر من جواد بشهر، يعني هنا أنا كريم، يعني كريم أصغر من رسول أكبر من إلى جواد شهر، والذي هو أصغر من نبيل بثلاثة أشهر، من هو الذي أصغر؟ كريم، كريم أصغر من نبيل بثلاثة أشهر، إذا هذا نبيل ثلاثة، شوف يعني نبيل أكبر من رسول، إذا كان رسول أكبر من جواد بشهرين. وهذا
ورسول أكبر من كريم بشهر، صح؟ يعني شهر عند النبيل هو أكبر، 3 شهور عند النبيل أكبر من الرسول بشهر، فإذا الكبير هو نبيل. دائما أنتم تخططون للأعمار مثلا ما تفكرون الجابر الصح. نجي على الجواب الآخر من الأسئلة، وصلنا إلى سؤال 17. يقول قال والي زيد وران ومنتصر، قام والي زيد وران ومنتصر بشراء قطعة من الشوكولاتة، حيث قام بتقسيمها إلى 3 أقسام بالتساوي، وجاء زيد وأخذ ثلث، ثم جاء رامي. شوف قد زيد، ايش قد أخذ هذا زيد؟ ايش قد أخذ رامي؟ زيد أخذ ثلث، ورامي أخذ نصف. بدون أنه عندكم تساوي، دائما فكروا بالمضاعفات، يعني 1 على 3، 1 على 2 هي 5 على 6، من أجمعها، من أجمع 1 على 3 زائد 1 على 2 هي 5 على 6. مش فقط تعرفون انه الكسور هي 6 على 6، هي قطعه واحده يعني 6 على 6 ناقص 5 على 6، اذا بقى 1 على 6 اللي هي حصه مين وحصه الكسور. لان هذا اخذ ثلث، وهذا اخذ نص، وهذا اخذ سدس. يقول اكتب الرقم الذي يحل محل الاستفهام. دائما بيجي في المشاكل، هذا تفكرون اما غرفي اما قسمي اما تجمعون وتضربون، شوف انتبهوا 4 في 10 14، انتم تضربوها في 2 يطلع لي 2 و 4، زين 4 في 10 12، 14 في 2 2 4 بالاخر 4 11، شو تجيب بداية 11 في 6 11 في 6 11 هاي معناها 11 زائد 6 طلع لي 17. لو برجع اضرب 17 في 2 صارت 4 و3، 2 اجي قال 4 زائد 10 هي 14، ضرب ال 14 في 3 طلعت 42. اذا هنا شو اقول 15 في 10 زائد 10 هي 25، وراح اضربها في 4 لان جاي يزيد، يزيد العدد جاي يزيد 2 3 4 واذا اطلعت 5 تصير 100. زين الجواب راح يكون 100. خلينا من يجي لي اختيار احنا قلنا يا اما الضابط يا اما باتجاه عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة. هنا الاختيار راح يكون دي، راح يكون ليش اختيار دي الضابط. اول شيء تكون على النقطة السوداء، النقطة السوداء شوف جاي تتحرك مع عقارب الساعة، عقارب الساعة شلون تتحرك؟ تتحرك في هذا الاتجاه، صح؟ عقارب الساعة شلون تتحرك؟ تتحرك في هذا الاتجاه، هاي النقطة. شو تحركت؟ تحركت هنا. وبعدين صارت 90 زائد 90 هاي زاوية 90، تجي هنا نصير باو 90، إذا تصعد من فوق نصير تصير هنا، إذا هذي زاوية. أجعل النقطة الجيرة، النقطة الجيرة جاية تتحرك أيضا باتجاه عقارب الساعة، شوف هاي النقطة اللي هي النهاية تسمى السوداء، حركت باتجاه عقارب الساعة، شوف هاي تتحرك عكس عقارب الساعة، باو هاي صارت هنا 45. وين راح تصير هنا 45؟ هذه أين تتحرك باتجاه عقارب الساعة؟ صح؟ هذه هنا 90 هنا، هاي عكس عقارب الساعة، السوداء عكس عقارب الساعة، هذه هنا هنا، وبعدين تجي تتحرك هنا، هنا ترجع تتحرك راح تتحرك هنا. لما نجي على هذه باتجاه عقارب الساعة نتحرك مسافة 45، صارت هنا راح تصير لين هنا، الخطوة وراها راح تصير لين صح، فصارت هاي. نجي على
في السؤال الأخير اللي هو رقم لو جمع ضمن الأسئلة البسيطة دائما أنت في البيت كيلو رتب تصاعديا من أقلها وزنا في مربعات، أقلها وزنا يعني أصغر وزن، دائما أنت راح في المهم تصعد وراح يجي صفر فاصلة تسعة تسعة صفر، وراح يجي واحد فاصلة صفر خمسة